شرق أوسط جديد، هكذا سعت الدول العظمى لتحقيق مصالحها في المنطقة من خلال تفكيك الدول والأنظمة العربية وخلق الفوضى الخلاقة، وتعدى ذلك إلى دعم ومساندة الجبهات المعارضة وخلق جبهات قتالية بين القوى المتصارعة. استراتيجية شيطانية ليست قدرا محتوم، بل هي بكل بساطة لعبة خطيرة وقذرة تنفذها دول عظمى تزعم وصايتها على العالم، ولم تتغير سياستها منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. فثمة مشروع سري يخص الشرق الأوسط تقوده الفيدرالية العالمية بقيادة واشنطن، يهدف إلى منع أي استقرار وسلام وتطور في المنطقة العربية وخلط الأوراق في كل دول المنطقة. السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط هي سياسة غطرسة استعمارية وسياسة استعمارية بحتة وسياسة إمبريالية تضرب بعصاها على الواقع العربي وتهيمن وتريد أن تطغي على الواقع العربي وتريد أن تتغطرس على العالم العربي والإسلامي. هذه السياسة التخريبية التي دأبت عليها الولايات المتحدة وأهلكت الحرث والنسل في منطقة الشرق الأوسط منذ أمد بعيد لم تتغير، بل تزايدت بشكل غير مسبوق لتدمير الشرق الأوسط من خلال خلق التوتر وبث العداء والتعصب والطائفية بين الجماعات والقوى السياسية وإشعال فتيل الاقتتال والحروب الأهلية لإبقاء الدول ضعيفة هزيلة متوترة متخلفة. السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط ليست خافية على أحد. السياسة الأمريكية هي سياسة من أجل مصالحها ليس إلا. وبالتالي أمريكا هي تسعى دائما لتمزيق الشعوب وتدميرها من أجل مصالحها لا أكثر. مش لا لأجل حقوق الإنسان ولا لأجل اليمن، إنما هي أصلا تريد مصالحها فقط. يقوم من اليمن من قام ويموت من مات ويصير من سار ويجي من جاء، بس انا ما معها ادوات بس بالمخفى. تاريخ طويل حافل بالكثير من المشكلات والتحديات والدمار الشامل لبعض البلدان، وليس النموذج العراقي سوى ابسط النماذج التي سعت اليها الولايات المتحدة لتحقيق مصالحها واهدافها الجيوسياسية. كل ما في الموضوع انه كل واحد يشتي يحافظ على حصته داخل الشرق الاوسط بحيث انه يكون لهم السيطره التامه في بلاد البترول. مبدأ معروف ونظام ينبثق من الخراب، هذه هي السياسه الامريكيه الخائفه من المنطقه الواسعه الواقعه شرق البحر المتوسط، والتي شكلت عبر التاريخ المركز الحضاري الهام المنافس للمركز الحضاري الاوروبي. ومن هذه المنطقه انطلقت القوى الغازية لأوروبا، فينيقيون ثم عرب ثم أتراك، وكانت الإمبراطورية العثمانية آخر القوى العالمية الشرقية التي احتلت شرق أوروبا وظلت تهدد سلامتها لعدة قرون. أمريكا منذ أن ظهرت لا تمثل إلا سرطانا عالميا لا يهمه في كل وقت وحين إلا المصلحة الأمريكية، وهي تستخدم الآخرين وكأنهم نفايات تستخدمه مؤقتا ثم ترمي به إلى القمامة، وهم يمثلون نكبة العالم بأجمعه لأنهم لا يمتلكون تاريخ ولا حضارة، هم عبارة عن سوءة إنسانية ظهرت لتقضي على كل قيم الإنسانية والحضارة. نحن لا نختلق المشكلة بل نعثر عليها ونساعد على استفحالها. نحن مثل المنقبين عن النفط، لا نصطنعه بل ننقب عنه، وما إن نعثر عليه حتى نحفر الآبار من أجل تفجيره واستثماره. سياسة همجية للدول العربية والإسلامية المتصارعة التي تبرز عضلاتها على بعضها البعض. سامي الحجري، آل يمن اليوم.